يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسين يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسين هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين انها محاوله لاعاده قراءه الحسين وفقا لمنهج محمد وال محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصره البتريين مراجع النجف وكربلاء الأموات منهم والأحياء إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء الحلقة الثامنة بعد المئتين يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبي اعرف امامك وعرف بامامك المعرفة, المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط, رابط مرابطه, مرابطة الاحرار في فناء إمامك, امامك البراءه الذهبيه طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء، طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إيمانك هذا هو الجزء العاشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه. الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم. كذبوا علينا وقالوا من ان الامه قد صلح حالها وحسن امرها بعد مقتل الحسين. صلوات الله وسلامه عليه وهم كذابون افاقون دجالون كذبوا علينا وضحكوا على ذقوننا فالامه بحسب ال محمد امه ملعونه مرتده ضاله قد سلب التوفيق منها حتى ظهور امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الكذابون مراجع النجف وكربلاء ضحكوا علينا وقالوا لنا من ان الامه قد صلح حالها هذه هي الكذبه الكبرى التي كذبوها علينا هذا هو الجزء العاشر من هذا العنوان وهذا هو التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني انه الجزء الثالث من التطبيق الثاني مر علينا التطبيق الاول الذي عنوانه محمد باقر الصدر وكان في خمسه اجزاء هذا هو التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني وهذا هو الجزء الثالث من التطبيق الثاني كي نستكشف الفساد والافساد في واقع المرجعيه الشيعيه في واقع المؤسسه الدينيه الشيعيه الرسميه اذا كانت المؤسسه الدينيه الشيعيه الرسميه فاسدة ومفسدة بتمام معنى الفساد والإفساد وإذا كان مراجع الشيعة فاسدين ومفسدين بتمام معنى الفساد والإفساد على مستوى العقائد وعلى مستوى التطبيق الديني وعلى مستوى الواقع العملي في حياتهم اليومية إذا كانوا فاسدين ومفسدين فأين الصلاح والإصلاح في هذه الأمة التي سلب منها توفيقها ولن يعود إليها إلا بظهور الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مر الحديث فيما يرتبط بالسيستاني في الجزء الأول والجزء الثاني ما بين ما تحدث به الناطق العقائدي الرسمي للسيستاني أعني الوائلي وما تحدث به المبلغ الديني الرسمي للسيستاني أعني رشيد الحسيني وما بينهما من كلام تلامذته ومريديه ومن كلامه هو في كتبه مرت علينا التفاصيل التي تكشف عن فساد وافساد عقائدي وديني وشرعي الى ابعد الحدود ولا زال الكلام يتواصل في فساد وافساد السيستاني ومرجعيته ومؤسساته الفاسده الى ابعد الحدود سانقل لكم صورا من دون ان اشير الى اسماء الاشخاص لانني لست مهتما باسماء الاشخاص لكن ان كذبوني سأعرض الأسماء والصور وعناوينهم وحتى حتى حتى أرقام تليفوناتهم سأعرض كل ذلك على شاشتي إذا ما كذبوني لأنني سأنقل لكم حوادث حقيقية من مؤسسات السيستاني لا اتحدث عن الاسماء لان المشكله ليست في الاسماء المشكله في السيستاني واختياراته فالسيستاني عبر ولده محمد رضا يدور وين السقط وين الهتلي وين السرسري وين السهفل تقولون ليش؟ لأن الساقطين والسهفلين عليهم ستر وغطى حتى يسترون سقوطهم وسفالتهم وفسادهم، هذا هو سبب ليش يدورون السقط السقط؟ أنتم الآن تذكروا المعممين من أتباع السيستاني، شوفوا لكم واحد بخير دوره وراه تلقونه سقط هتلي سرسري دوره وراء السياسيين من أتباع السيستاني وين ماكو واحد هتلي سرسلي سافل دوره وراء السياسيين من اتباع السيستاني وين ماكو هتلي سرسري سافل يجيبه ويسلطه على الشيعة هذا هو واقع مرجعيه السيستاني وهي استمرار شرعي وطبيعي لمرجعيه الخوئي يندر ان تجد في وكلاء الخوئي واحد خوش ادمي كلهم سرسريه وحراميه وهتليه يندر ان تجد فيهم واحد متدين لا شأن لنا بالخوء ولا شأن لنا بكل هذه التفاصيل سأنقل لكم صورا حقيقية وكما قلت قبل قليل إذا كذبوني سأنشر الأسماء وأنشر الصور وأنشر العناوين وأنشر أرقام تليفوناتهم وأنشر التفاصيل لكنني اريد ان اتحدث عن ظاهره الفساد في مؤسسات السيستاني وبالتحديد في العتبات المقدسه فهي مؤسسات تابعه للسيستاني في العتبه العلويه التي هي بجوار بيت السيستاني الامين العام للعتبه العلويه تعيينه ياتي بشكل مباشر من السيستاني نفسه قطعا بالاستعانه بولده محمد رضا ومن معه فلا بد ان يكون غلاما وعبدا منصاعا لمحمد رضا السيستاني لن يعين في هذا المكان المهم ان يكون امينا عاما للعتبه العلويه المقدسه مكان مهم جدا وهو بجوار بيت السيستاني فالسيستاني بيته بجوار العتبه العلويه المقدسه بعمامه سوداء فالعمائم السوداء هي العمائم المتحكمه في الواقع الشيعي ماذا يفعل هذا الامين العام للعتبه العلويه يزني بزوجات موظفيه هذه المعلومه صحيحه دقيقه ما يقدرون يقولون متعه نساء متزوجه زوجات المنتسبين للعتبه العلويه زوجات موظفيه واين يمارس الزنا في العقارات والمكاتب والشقق والفنادق التابعه للعتبه العلويه المقدسه فهي تحت سلطته هذه صوره وهذه الصوره متكرره عند كبار المسؤولين وعند صغار المسؤولين في العتبة العلوية وفي سائر العتبات الأخرى التي هي مؤسسات سيستانية صرفة أمين عام شلون أمين من فدوة روح الهل أمين الأمين وفدوة أروح لها مرجعية طايح حظها اللي الدورنا وين ماكو واحد سقط تجيبه وتعينه ماذا أقول لهذا السافل دا لك وحدة ثانية شوف لك من غير مكان ماكو إلا نسوان الموظفين اللي يعملون معاك في العتبة هذه القضية ما هي بسر المنتسبون للعتبه العلويه يعرفونها ويعرفون من اقصد القضيه ما هي بسر على منتسبي العتبه العلويه وبدا الخبر ينتشر ويتحدث به من يتحدث به من النجفيين فقام مجموعة من وجهاء النجف من رؤساء الهيئات والمواكب من رؤساء الاطراف في مدينة النجف من الشخصيات الاجتماعية المرموقة وذهبوا إلى محمد رضا السيستاني وعرضوا الامر عليه فانتفض في وجوههم رافضا كلامهم لماذا؟ لا لانه لا يعرف فساد هذا الرجل، لكن وجود فاسد كهذا في المؤسسات التابعه لهم ستر غطى عليهم، ففسادهم اكثر من فساد هذا وامثاله، كما يقولون هم هؤلاء الوجهاء من ان محمد رضا قال لهم هذا الكلام ليس صحيحا وعلينا أن نحافظ كما ينقلونهم هل قال هذا الكلام بهذا النص أو لا ولكن بحسب ما ينقل هؤلاء الوجهاء المحترمون وإذا كذبوني السيستانيون فإنني سآتي بأسماء هؤلاء الوجهاء وآتي بصورهم واعرض كل ذلك على الشاشه. يقولون من انه قال لهم هكذا: علينا ان نحافظ على بيضة الاسلام فالنجف بيضة الاسلام والعتبة العلوية بيضة الاسلام. بيضة الاسلام هذا المعنى أخذ من معنى البيضة التي يلبسها المقاتل في الحروب القديمة إنها الخوذة التي يلبسها المقاتل في الحرب كي يحافظ على أم رأسه على رأسه وأم الرأس أعلاه أصله كي يحافظ على أم رأسه من هنا استعير هذا المعنى فيقال للمركز المهم في اجواء المسلمين وفي اجواء الاسلام يقال له بيضه الاسلام، قطعا كلمه البيضه لها دلالات، انا اعرف ان بيضه الاسلام بهذا المعنى او ما يقاربه من الذي اشرت اليه لكنني ما كنت اعلم ان الاسلام له خصيه يقال لها بيضه الاسلام خصيه الاسلام الحفاظ هنا على خصيه الاسلام والمسلمين وليس على بيضه الاسلام والمسلمين اذا كان محمد رضا قد قال لهم هذا الكلام كما ينقلونهم وشاع أمر زنا هذا الرجل وانتشرت انتشارا ما بين الأوساط النجفية من كبار النجفيين وراجعوا محمد رضا مرتين ومرتين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك ومحمد رضا يصر على عدم إتخاذ موقف بخصوص هذا الفساد الذي يقوم به هذا الامين العام هذا الخائن العام الى ان جاءوه في مره وهددوه هددوا محمد رضا بعد ان اروه فيديو فيديو فيديو, فيديو, فيديو لهذا المعمم بالعمامة السوداء مع زوجة أحد موظفيه إلى أن أروه ذلك بالفيديو وهددوا قالوا له إن لم تعزله فإننا سنتابعه ومثل ما صورناه سنلقي القبض عليه وسنقوم بقتله وقتل المراه التي معه ايا كانت هذه التي في الفيديو او ان تكون اخرى سنقتله ونقتل المراه التي معه وستكون فضيحه بجلاجل كما يقولون ستكون الفضيحة بجلاجل، الجلاجل هي الأجراس التي توضع في أعناق الحيوانات، هذه هي الجلاجل، فحينما تتحرك الحيوانات تدق هذه الجلاجل الأجراس في أعناقها. ستكون فضيحه بجلاجل كما يقول المصريون في ثقافتهم الشعبيه هنا توقف محمد رضا السيستاني وراى ان الامر خطير جدا لذا عزله عزله وعزل وعخب الاشخاص العاملين في العتبه العلويه الذين رتبوا تصوير الفيديو الذين راقبوا امينهم العام وراقبوا القضيه وصوروا ذلك الفيديو هؤلاء عوقبوا وطردوا وزوج المراه ايضا التي كانت في الفيديو عوقب ايضا بالطرد ولا ندري هل طرد فعلا او وضع في مكان امين على اي حال انا لست بصدد تتبع التفاصيل طردهم للذين صوروا الفيديو ادل دليل على انهم عالمون بفساده على انه يفعل ما يفعل لانهم يريدون الفاسدين والفاسدون عليهم الهم ستر وغطى بالله عليكم هذه الصوره تحدثنا عن صلاح واصلاح في هذه الامه الامن العام للعتبه العلويه المقدسه لدار امير المؤمنين بعمامه سوداء وبتعيين من السيستاني رواتب ضخمه واموال وحمايات وسيارات وخدم وحشم وعقارات وفنادق كل هذا في خدمته بامكانه ان يمارس الزنا مع اي امراه اخرى شلون طيحه حظ؟ مع نساء موظفين اين الصلاح والاصلاح يا مراجح النجف يا ايها الكذابون في هذه الامه احنا عدنا اكو من يوقع على المؤخرات في العتبه الحسينيه انه توقيع بقلم تشريعي لكن يبدو ان جناب الامين العام يوقع بقلم تكويني على فروج زوجات موظفيه هذا يوقع على الفروج ولكنه يوقع بقلم تكويني من تف على هذا الواقع وتف على هذه المرجعيه وتف على هذا المجتمع الشيعي القذر الذي يقدس هذه المرجعيات القذره هذا الامر ليس خاصا بمرجعيه السيستاني هذا الامر منتشر في كل مرجعيات النجف وكربلاء هذا الفساد في اولادهم في اصهارهم في وكلائهم في الذين يدورون في فلكهم نذهب الى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها يرتاب فيها كل مبطن فقلت له ولم جعلت فداك قال لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمه في غيبته فقال وجه الحكمه في غيبته وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره ان وجه الحكمه في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمه لما اتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا. شخص كان عمله في شؤون البناء عامل بناء يختص بلون من الوان اعمال البناء كان فقيرا صار مليارديرا الان من مسؤولي العتبه العباسيه قطعا بشهادات أكاديمية مزورة لا شأن لي بالاسم لكنهم إذا كذبوا سأعرض الأسماء والصور وسائر التفاصيل أنا لا أتحدث عن الأسماء أتدرون لماذا؟ لأن الأشخاص ليسوا مهمين حتى لو عُرفوا وحتى لو ان السيستانيه يريد ان يرتب اثرا اتدرون ماذا يصنع سينقل هؤلاء الى مسؤوليه اكبر بعد ان يمنحوا اجازه كي يسافروا الى تركيا الى لبنان الى اي دوله اخرى كي يتمتعوا هناك وبعد ذلك يعودون ويستلمون وظيفه اعلى ويجلب بدلا منهم ما هو اسوأ وانجس منهم هذه سيره السيستاني وسيره الاحزاب الشيعيه الدينيه هذه هي السيره المعمول بها فاذا ما ثبت الفساد على شخص من أتباعهم الفاسدين يعزل لفترة معينة ويمنح إجازة ويسافر على نفقتهم لشهرين أو ثلاثة ثم يعود كي يستلم وظيفة أفضل وبراتب أعلى محل سابق يؤتى بشخص هو أسوأ من وأحقر من وأقبح من وأفسد من هكذا تدار الأمور في المؤسسات التابعة للسيستاني وحتى لبقية المراجع الحال واحد أنا لا أتحدث عن السيستاني فقط أنا لا أتحدث عن السيستاني فقط. السيستاني لأنه هو المرجع الاعلى فيكون في المنزلة الاولى في حديثي والا البقية على نفس المنوال وكذا هي الاحزاب الشيعية الدينية لانهم جميعا يشربون من نفس الكنيف ويأكلون من نفس الكنيف من هذا المنهج الأعوج من منهج حوزة الطوسي هذا المنهج القذر على أي حال نعود إلى هذا الذي كان عاملا يعمل في بعض ألوان أعمال البناء وصار مليارديرا بعد أن عين من قبل السيستانيين في النجف عينوه مسؤولا في موقع كبير ومهم في العتبة العباسية بحيث كان يقول ويردد من ان احمد الصافي الذي هو المسؤول الاول في العتبه العباسيه لا يستطيع عزله لا يستطيع نقله من وظيفته هذه لماذا لانه مؤيد ومبارك من قبل محمد رضا السيستاني على اي حال هذا الرجل طغى كثيرا يسافر لاجل المتعه الجنسيه الى خارج العراق من جمله البلدان التي يذهب اليها يذهب الى لبنان يقيم علاقات جنسيه مع لبنانيات الى ان وصلنا الى النقطه التي أريد الإشارة إليها فجاءت لبنانية تريد أن تقابل المسؤولين تريد أن تقابل أحمد الصافي طردوها فرفعت صوتها عاليا في الصحن العباسي من انهم لو لم يقابلوها ومن انهم لو لم يضعوا حلا لمشكلتها مع ذلك المسؤول الكبير السيستاني فانها سترفع امرها للاعلام والفضائيات لما وصل الخبر الى احمد الصافي سارع لاغلاق هذا الامر انها فضيحه في العتبه العباسيه فالتقى بها فالتقى بتلك المراه التي قالت من ان هذا المسؤول قد خدعها وقد ضحك عليها فكيف اغلق احمد الصافي هذه القضيه لقد قرر لها راتبا من اموال العتبه العباسيه راتبا عاليا الى اخر عمرها وهذا الامر ثبت بشكل قانوني هذه لبنانيه ما هي بعراقيه حتى يضربوها من شلاق هذه لبنانيه وجاءت وجاءت وهي عارفة ماذا تفعل وماذا تصنع فلذا أُعطيت راتبا عاليا إلى آخر عمرها وأُعطيت مكافأة وماذا بعد؟ واشتروا لها بيتا فخما في لبنان كل ذلك لأجل الذكر العزيز المحترم المبجل لذلك المسؤول السيستاني هنا استطاع احمد الصافي ان يخرجه من تلك المسؤوليه وان يوكلها الى شخص اخر واعطوه اجازه ذهب الى تركيا كي يمتع ذكره العزيزه المبجله المحترمه باموال العتبه العباسيه واذا ما فعل شيئا ايضا فان العتبه العباسيه ستسدد الاثار التي تترتب على ما يفعله ذكر ذلك المسؤول السيستاني الكريم ذهب الى تركيا لمده شهرين تمتع هناك مع التركيات وعاد الينا عاد بطلا فاتحا عظيما وها هو الى يومك هذا مسؤول كبير في العتبه العباسيه انه عضو في مجلس اداره العتبه العباسيه الى هذه اللحظه انا لا شان لي بهذا السيد السيستاني الكريم بهذا عامل البناء الذي صار مليارديرا لا شان لي بهذا الرجل كما قلت لكم اذا عزلوه سياتون بشخص اخر وهو يوضع في وظيفه افضل ويكرم وتقدم له المكافآت هذا هو واقع المرجعية السيستانية أنا عندي سؤال لأحمد الصافي أحمد الصافي أنت سورة الفاتحة ما تدبرها وأخرجنا الفيديوهات معقولة العباس وموكلك على أمواله بحيث تصرف بها بكيفك هذه أموال العباس العباس موكلك أن تدفع من أمواله لتغطية نفقات آثار الذكر العزيز لذلك المسؤول السيستاني العباس مكلفك محمد رضا السيستاني مكلفك من اللي مكلفك هذه أموال العباس تدفع لاجل ان يتمتع هؤلاء السفله من موظفي العتبه العباسيه كي يمتعوا ذكورهم كما قلت لكم تبين ان للاسلام خصيه يجب الدفاع عنها مثلما قال لهم بخصوص الامين العام للعتبه العلويه ان حافظوا على بيضه الاسلام، حافظوا على خصيه الاسلام. وهنا نحافظ على ذكر الاسلام. تدفع الاموال من اموال العباس كي يتمتعوا وبعد ذلك حينما تظهر فضائحهم لابد من سد فضائح ذكورهم. من أموال العباس يم تكلفك العباس يا أحمد الصافي يا أحمد الخابط أنت مو صافي أنت خابط يا أحمد الخابط يم تكلفك العباس حتى تدفع فلوسه تسد فضائح ذكور السيستانيين يم تكلفك اين هو الصلاح والاصلاح انت وغيرك تخرجون علينا في خطب صلاه الجمعه تحدثوننا عن الصلاح والاصلاح الذي حدث في الامه بعد مقتل الحسين اين هو هذا الصلاح والاصلاح نذهب الى فاصل في سبيتها سباني جابر يا جابر دهار ما أنصف وجار من شبة والنار نار اللي وجرها الدهر قل شطف فيها نار اللي وجرها الدهر قل فيها يا جاوبني جابر والحرم <applause> شاطت مسؤول كبير أيضا في العتبة الحسينية هذا يمهرس الزنا في داخل العتبة الحسينية في الحرم الحسيني وقد امسكوا به مرة مع لبنانية المنتسبون للعتبة الحسينية يعرفون الحكاية حينما يسمعونني الان وانا متأكد هم يتابعون يتابعون برنامجي عبد المهدي الكربلائي أنا متأكد جالس مع مجموعة من موظفي العتبة الحسينية يتابع البرنامج في كل يوم في كل يوم أنا متأكد من هذا لا أدري في هذه اللحظة الآن ولكن في كل يوم هو يتابع البرنامج أعود إلى حكاية المسؤول الكبير من ال الفلاني يعرفونه في العتبه الحسينيه هذا امسكوا به مع لبنانيه في ممارسه جنسيه في الحرم الحسيني في العتبه الحسينيه هذه امثله حكايه الزنا واللواط وشرب الخمر في اجواء العتبات المقدسه امر منتشر ما هناك معمم صدقوني في ليله عاشوراء وفي مكاتب المؤسسات التابعه لهذه العتبات لن اشير الى اي عتبه من العتبات كان يلوط باحد موظفيه في ليله عاشوراء، صدقوني الحكايه طويله طويله قذاره هذه المؤسسات، قذاره في قذاره في قذاره، واذا انكروا وحق الحسين اخرجوا الصور والاسماء والعناوين. واتحدث عن التفاصيل الممله. انا لست كاذبا كما هم، هم كذابون، هم يكذبون علي، انا لا اكذب على احد، انا انقل الحقائق، هذه البرامج كتب متلفزه ستبقى بعد موتي، انا لا اعبث بهذه الكتب واتي بالاكاذيب واتي بالوقائع من دون ان اتاكد منها كي اشوه بها هذا الجهد العظيم هذه كتب متلفزه هذه البرامج فلن اتي بالاكاذيب كي اشوه هذه البرامج هذه معلومات دقيقه وصحيحه أعود إلى حكاية هذا المسؤول فلما افتضح أمره وأرادوا أن يطردوه تدخل من أجواد الشهرستاني الصهر المدلل تدخل ومنع طرده ولا زال موجودا لا زال موجودا في مسؤولية أخرى في العتبة الحسينية فأين هو الصلاح والإصلاح الفساد بحماية محمد رضا السيستاني وبحمايه اجواد الشارستاني والبقيه من ال السيستاني هذا هو واقع العتبات المقدسه وانا نقلت لكم امثله انا لست بصدد الحديث عن الفساد والفساد الكبير في هذه المؤسسات حان وقت اذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينه لندن نذهب الى هذا الفاصل وبعد الفاصل اعود اليكم وفي المؤسسات والمراكز المختلفه والمنتشره في انحاء العالم التي هي في اجواء المرجعيه الشيعيه عموما وفي اجواء المرجعيه السيستانيه خصوصا هذا الفساد ليس حكرا على المؤسسات السيستانيه هذا الفساد موجود في كل المؤسسات المرجعيه وفي كل المؤسسات التابعه للاحزاب الشيعيه الدينيه هذه ظاهره الزنا تحت عنوان زواج المتعه منتشره بشكل واسع جدا في اجواء النجف في اجواء كربلاء وفي اجواء قوم وفي اجواء مشهد هذه الظواهر تنتشر تحت عنوان زواج المتعه زواج المتعه زواج شرعي لكن القوم لا يلتزمون بالشرائط الشرعيه وانما يتخذونه عنوانا كيف يتزوجون المتزوجات كيف يمارسون الجنس مع المراه التي تطلق وبعد تطليقها مباشرة يتزوجونها. أنا لا أتحدث عن حالة واحدة أو عن حالتين، هذه ظاهرة منتشرة في أجواء المؤسسات التابعة لمراجع الشيعة عموما زواج المتعة عنوان كاذب ليس هناك من التزام بحدوده الشرعيه انا لا اريد ان ادخل في تفاصيل هذا الموضوع فذلك ليس من شاني الصور التي نقلتها لكم ما هي الصور الاقبح صدقوني لانني ما حدثتكم عن اللواطي الذي هو اقبح واشنع لربما في وقت اخر انما اردت ان اثبت من انه لا صلاح ولا اصلاح في واقع المرجعيه الشيعيه عموما والسيستانية خصوصا هذه عتباتنا المقدسه وهذا هو واقعها واقع فاسد قبيح قذر الى ابعد الحدود ومثل ما قلت لكم قبل قليل اذا كذبوني سافتح الابواب على مصارعها وحينئذ لن يلوموا الا انفسهم فانا لا ابالي اذا فتحت الابواب على مصارعها فانا لا ابالي باي احد منهم لانني لست مهتما بموضوع فسادهم وقذارتهم انا هنا اريد ان اثبت بامثله من دون الدخول في كل التفاصيل من ان الواقع الشيعيه واقع فاسد ومفسد فعنوان هذه الحلقات الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء من ان الامه قد صلح حالها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكذابونهم كذابون 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 واقع الفساد في اجواء المراجع ما هو بجديد عباس الخوئي هذا ابن النجف وابن المرجعيه وابن زعيم الحوزه العلميه في النجف هو يحدثنا عن واقع النجف رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عباس الخوي إذا واحد هو مثلا مو بعيدة واحد إذا أهمل أولاده يلاط أو يصير بيمشي بدون ذكر الأسباب. هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع فهم يتصدر رسالة يصدر احكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاه يشتغل مع الانجليز هذا ابن النجف وابن المرجعية وابن زعيم الحوزة العلمية هذا ابن الخوي وابن العمائم هو يحدثكم ويضاف إلى ذلك هو أنفذ واحد مكسر سرسري والمكسر السرسري يعرف بامور اللواط والفروخ والفرخشيه اكثر من غيره فهو صاحب خبره حينما يتحدث يكون حديثه حجة في بابه لماذا؟ فهو صاحب خبرة وصاحب الخبرة يكون حجة في باب خبرته رجاء أعيد لنا الفيديو إذا واحد هو مثلا مو بعيدة واحد إذا أهمل أولاده يلاط أو يصير يمشي بدون ذكر الأسباب هذا اللي يلاط بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع فهم يتصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاه يشتغل مع الإنجليز أنا لا أريد أن أفتح هذا الباب ولكن صدقوني ما يقوله عباس الخوئي صحيح مئة بالمئة وإذا أردت أن أفتح الباب فعندي الوثائق والأدلة صدقوني عندي الوثائق والأدلة مثلما أعرض لكم الوثائق والأدلة في سائر برامجي فإنني سآتيكم بالوثائق والأدلة على ذلك لكنني لا اريد ان افتح هذا الباب فلست بحاجه اليه الا اذا اصبحت مضطرا لذلك حينئذ سافتح الباب ونبسط بعد نفتح البسطيه ونبسط شو نسوي بعد؟ عبد الحسين ابو شبع الشاعر الحسيني الاول في النجف النجفيون جميعا يعرفونه شاعر القصيده المنبريه الاول في النجف رجاء اعرضوا لنا صوره عبد الحسين ابو شبع هذا هو عبد الحسين ابو شبع ايام شبابه الصورة الثانية وهذه صورة أخرى له إنه الشاعر النجفي الأول في ميدان القصيدة المنبرية الحسينية وله قصيدة مشهورة قرأتها قرأت أكثرها وتحدثت عن تأريخها وقصتها في برامج سابقة آخذ منها لقطة تخبرنا عن واقع اللواط في أجواء المرجعية وفي أجواء الحوزة وفي أجواء النجف هذه القصيدة كتبها في مواجهة محسن الحكيم أيام مرجعية محسن الحكيم حينما أصدر محسن الحكيم فتواه ضد الشيوعيين وعبد الحسين أبو شبع كان شيوعيا شاعر حسيني شيوعي هذه عجائب النجف بل عجائب الشيعة لكن المعلومات التي ذكرها عبد الحسين ابو شبع معلومات حقيقيه لهذا انا اقرا من قصيدته هذه المعلومات معلومات حقيقية مئة بالمئة يخاطب محسن الحكيم يا آية الله إشلون آي أو تعتز بحديد أو بعباية هذا حديد وعباية من أشقياء النجف من بلطجية النجف هم مجموعة كبيرة حديد وعباية ومانينة وهادي كرماشة وأبو قيس الشرطي ومن كربلاء حسين عجمي أو رضا حسنابة أعتقد من خلال الأسماء واضح أن هذه أسماء اللجنة التي تعين العلماء الذين يمنحون جائزه نوبل واضح من الاسماء من صيغه الاسماء حديد وعبايه ومانينه وكرماشه وحسنابه هؤلاء هم الذين ابتنت عليهم مرجعيه محسن الحكيم الان صارت ميليشيات الان صارت ميليشيات ومجموعات سريه لتنفيذ المهمات القذره لمحمد رضا السيستاني ومرجعيه ابي هذا الكلام لا اقوله جزافا لا اقوله جزافا هذه حقائق يا ايه الله شلون ايه وتعتز بحديد وبعباية هالشكل يقول له يقول له المحسن الحكيم تدري بحديت ولا ما تدري سافل سرسري لواط كفري يشرب خمر في ليلة القدر ويسب الأئمة والنبايه يا ايه الله شلون اية وعبايه الى شهره كبيره عار وخزي ولابي تصح غيره خنيث خنيث او تنبش الدوده بحتيره حتيره يعني في مؤخرته خنيثه تنبش الدودة بحتيرة أو يشتري مشترى دهن الصباية يا أهيت الله شلون آية في ظل هذه الأجواء نشأت مرجعية محسن الحكيم هذا تأريخ تأريخ وبإمكاني أن أحدثكم بالوقائع التفصيلية واقعة واقعة، واتيكم بالمصادر. لكنني اردت ان اخذ مثالا من تاريخ مرجعيات النجف فهذا عباس الخوئي هو الذي يتحدث عن هذا الموضوع، ما انا الذي اتحدث؟ وهذا شاعر النجف الاول في القصيدة المنبرية الحسينية فهذا الجيل جيل عبد الحسين ابو شبع هو جيل يمكننا ان نقول سابق بدرجة ما لجيل عباس الخوئي وهذا الجواهري الشاعر الكبير هذا الجزء الأول من ديوانه وهو ابن النجف محمد مهدي الجواهري هو ابن النجف وابن العمائم وابن المرجعية النجفية ومن آل الجواهر وكان حوزويا معمما رجاء اعرضوا لنا صورته في عمامته هذا هو الجواهري أيام شبابه حينما كان معمما نجفيا مرجعيا جواهريا واعرضوا لنا صورته في أخريات أيامه هذه صورته المعروفة في أخريات أيامه هذا ديوانه ديوان الجواهري وهذا هو الجزء الأول من ديوان الجواهري والطبعة طبعه وزاره الاعلام العراقيه ايام البعثيين قصيدته في صفحه اربعمئه وخمسه وستين والتي يقول في مقدمتها من انها نشرت في جريده العراق العدد 2851 متى؟ في 26 اب 1929 في جيل سابق انا عرضت عليكم صورا من مفاسد العتبات في ايامنا هذه ثم جئتكم بعباس الخوئي والذي توفي اخيرا بعباس الخوئي الذي يمثل جيلا سابقا لهذا الجيل المعاصر وجئتكم بعبد الحسين ابو شبع الذي يمثل جيلا اسبق من جيل عباس الخوئي وها اني اقرا عليكم من شعر الجواهري من جيل أقدم وأسبق من الأجيال التي أشرت إليها هذه القصيدة نشرت ستة وعشرين ثمانية ألف وتسعة وعشرين فهي كتبت قبل ذلك قطعا وإنما نشرت في ستة وعشرين ثمانية ألف وتسعة وعشرين يتحدث فيها عن عوائل مراجع النجف ويقول تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات تحكم باسم الدين من الذي يتحكم باسم الدين في سنه الف وتسعه وعشرين في اجوائنا الشيعيه مراجع النجف هم هم الذين يتحكمون اليوم تحكم باسم الدين كل مذمم والا لا كانت توجد احزاب دينيه ولا كانت توجد سلطه دينيه الدوله العراقيه التي تاسست في 23/8 ألف 1921 كانت دولة مدنية لا علاقة لها بحكم الدين فالجواهري يتحدث عن النجف خصوصا وأن المناسبة التي لأجلها كتب القصيدة يرد فيها على مراجع النجف الذين حرموا الدراسة في المدارس الحكوميه وخصوصا على البنات في البدايه على الاولاد والبنات وبعد ذلك صارت الفتاوى مقتصره على البنات فقط فهو في هذه الاجواء يتكلم تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداته وهذا هو الواقع دائما هذا واقع النجف منذ سنة 448 وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي الشافعي المعتزلي حوزته المشؤومة ألا لعنة الله عليها تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين الا آلة يشهرونها الى غرض يقضونه واداة وخلفهم الاسباط تترى حتى هذا المصطلح عوام النجف لا يقولون عن احفادهم اسباط وانما اسباط فلان وسبط فلان وسبط السيد الفلاني وصبط الشيخ القندرائي وآل السبط سبط من سبط العمامة الكذائية وخلفهم الأسباط تترى ومنهم من هؤلاء المراجع ومن هؤلاء الأسباط ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات هذا هو واقع النجف هذا ابن النجف هذا الجواهري والقصيدة كتبت قبل تأريخ نشرها الذي هو ستة وعشرين ثمانية ألف وتسعمية وتسعة وعشرين ميلادي وخلفهم وخلفهم الأسباط تترى وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات ثم يشير إلى أسواق كاظم اليزدي التي أشار إليها الوائل في قصيدته شباك العباس وهو يخاطب إبراهيم اليزدي الذي هو حفيد كاظم اليزدي وصهر محسن الحكيم حينما يقول له يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايش تسدي الحايش محسن الحكيم يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايش تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي صاحب العروه الجواهري يشير الى هذه الاسواق يقول يدي بيد المستضعفين اريهم من الظلم ما تعيا به الكلمات اريهم على قلب الفرات شواهقا يشير الى الكوفه لان اسواق كاظم اليزدي التي بناها بناها في الكوفه قريبا من شاطئ الفرات اريهم على قلب الفرات شواهقا ثقالا تشكى تشكى وطأهن فرات بنتهن أموال اليتامى وحولها يكاد يبين الدمع والحسرات هذا هو واقع النجف منذ القدم وإذا أردت أن أذهب معكم إلى أيام الطوسي فإنني وحق الحسين لا قادر على ذلك وبالوثائق والكتب والمصادر ولكنني أكتفي بهذه الشهادات الواضحة من أبناء المراجع أنفسهم ومن أبناء النجف نفسها من نفس النجف فهذا الجواهري ابن النجف وابن المرجعيه وهذا عبد الحسين ابو شبع ابن النجف والشاعر الحسيني الاول فيها وهذا عباس الخوئي ابن زعيم الحوزه العلميه في النجف انا ما جئتكم بشخص من الموصل مثلا او بشخص من انقره انا ما جئتكم باشخاص لا صله لهم باجواء المرجعيات والعمائم جئتكم بشهود من داخل بيوتهم مثلما حدثتم مثلما حدثتكم قبل الفاصل بحوادث ووقائع من داخل المؤسسات السيستانية ومن عمق العتبات المقدسه وحدثتكم عن كبار المسؤولين ما حدثتكم عن الصغار الصغار لا تاثير لهم وكل هذا لا يمثل شيئا من حقيقه الفساد والافساد في بيوت المراجع وفي مؤسسات المراجع وفي المؤسسات الدينيه هذا شيء من فسادهم فاين هو الصلاح والاصلاح في واقع الامه عموما وفي واقع الشيعه خصوصا بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه انها كذبه كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء الكذابون الافاقون الدجالون كذبه كذبوها علينا ولا زال الخطباء يرددونها ولا زال الشعراء يرددونها ولا زال الرواديد يرددونها الى هذه اللحظه وكل الواقع يشهد بانها كذبه 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 واقع الفساد عوام الشيعه يستشعرونه ويعرفونه امراه في الشارع امراه كبيره السن في شارع الجمهوريه في كربلاء يلتقي بها مراسل قناة دجلة الفضائية وهو قد قطع الطريق عليها هذا المراسل لا حبا في المرجعية وانما خوفا على نفسه من هذه المرجعية الفاسدة المجرمة خصوصا من حكامها في العتبة الحسينية والعتبة العباسية فحاول ان يقطع كلامها وفعلا قطع كلامها وما أعطاها الحرية الكافية كي تتحدث عن فساد المراجع وعن قذارتهم بحسب معرفتها رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو السلام عليكم شلونك حجيه الحمد لله شفت شنو ويا الولد؟ قولي امر خدمه حاضرين. شو امر إيش خدمة شو تعطيني؟ احنا بلطيش نوصل صوت. شو تعوضنا؟ الحكومه حب... تعوضك غير؟ حكومتنا ساقطه وكل شيء ما تفيد. ليش؟ ساقطه على البطاله على هاي الناس التعبانه. هاي بعد حكومتنا ساقطه. ساقطه. هيك واصله مرحله من الياس. في النهاية وكل من المسؤول يجيب بس قرايبه وحبايبه هاي خاليها بالعباس طلعت سرعت. تسع سنوات طلعتني على ابسط شي المرجعيه خرب لشتهم ولشت اللي خلاهم اساس المفسدين اي مفسدين حتى هذول اهل العمايم الفازين افسد منهم ماكو هذا آه، احمد السافي افسد منه ماكو خلي له وحده ما نتجاوز على شخوص بأسماء فازين. كلهم المرجعيه من تابيهم والشعب كلهم فازين وساقطين احنا ما نريد نتجاوز طبعا على البعض لابد انه اكو ناس خير كلهم كلهم خلي له وحده عبر عن رايك طلعت من السكك والحديد خليها مسؤوله على العتبه تلعب بكيفها تسع سنوات الشغل قلت ما عندي ادبونا معوقنا بالحوش مريض اقدر دواء ما عندي دوار اشتري ما عندي تحتاج العلاج اي علاج اخلي احمد الصافي هاي ساقطه بالحقل. انا اشكر الجزيل الشكر تلعب كيف هذول المرجعيه نعم شكرا لك حجيه لم يعطها المجال الكافي كي تتحدث عن فساد مرجعية السيستاني وأعوان السيستاني هذه امراه مستطرقه في الشارع والى امراه اخرى في بيتها ان كانت هذه في الشارع فهذه الاخرى في بيتها حيث ارسل اليها عبد المهدي الكربلاء اعوانه انهم اعوان العتبه هم يسمونها بالعتبه الحسينيه انهم اعوان العتبه السيستانيه الحسين بريء منهم هذه عتبه سيستانيه الحسين بريء منهم بريء بريء منهم هؤلاء سيستانيون انا لا اعلق شيئا ولكن دققوا النظر في هذا الفيديو خلي جاي قرار من الحكومة يجيب لنا قرار من الحكومة احنا نمشي فيه على رؤسنا. يلا احتوا 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 احتو. جيبوا لنا قرار من الحكومة واحنا شي قرار بدون حكومة ما شي والله العظيم ما حطيت يلا قطعوا علينا الماي ليش؟ قطعتوا الكهرباء والماي ليش تقطعون علينا؟ يعني. ليش؟ احنا ناس مسالمين ما عندنا شي وقاعدين مو بحلال الدوله ولا بحلال الدولة قاعدين بحلال العالم ده ما بايعين الرجال ما بايع ليش زينونا ليش زينونا بالقوة ليش ما حد ما حد يجر ماي والله العظيم وبوري والله وبوري ما حد يتجاوز على ماي والله العظيم ما أطبر. طب جوه. ما لا ما أطبر. طب ما طب قلت لك ما طب طب جوا خي الله يخليك لا لا اخوي لا ما جعلك هذاك ابتسم العتبه روحي لا لا ما قاعد والله ما قاعد ما قلت لك انا هاتيك لا وانت ما يدنا والله العظيم الطابوقه والله العظيم الطابوقه خليك طاها منك وانفتح ايه ما بيهم خير والله ما بيكم خير والله ما بيكم خير حلال هذا مو وظيفه حلال تدرون مو وظيفه حلال والله العظيم مو وظيفه حلال ولا تمشون بها حلال ولا تاكلون عيشتكم حلال ما دومتم تغصبون ان المسلم ما قاعد شيء ما مسوي شيء ما مسوي شيء معتدين عليكم جاعدين بحلال توم? حلال دولة? قلوني يا احب جاعدين بحلال دولة احنا? ليش انت قاعد قطعة الكهرباء? مالك مو مالك الدولة هي الكهرباء. مالك الواحد. مو مالك العتبة هي. شو صرتوا افتراض تفتروا على العالم.

طلعوا طلعوا كلمة ما والله العظيم ما تخليكم تقطعون الماء ما اخليكم تقطعون الماء ما تقطعون الماء روحوا قطعوا عن الماء على العالم احنا مو ناشئنا الصح مو نصحنا احنا قويين بالله منفذ حلال خلي كنا قمتك حلال اكل نقومتك حلال الشيخ شنو الشيخ؟ الشيخ ما يراعي انا اقول لك احنا ناس مو قد المقام ما ما قابلنا الشيخ احنا ناس مو قد المقام ما توجه لي انا, أنا مو قد المقام مو مقامهم مو مثل مقامهم ليش خلي يدورون عليهم ويدورون وياهم يلقون مثلهم طبقتهم وتحاكيهم هنيئا للسيستاني الذي في ظل مرجعيته صارت هذه الماركة للعتبة الحسينية من أنها توقع على الكذا يوقعون على المؤخرات صارت هذه الماركة ماركة للعتبة الحسينية في ظل مرجعية السيستاني المباركة هذا هو الواقع الفاسد والسيء للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية للمرجعية الشيعية للعتبات المقدسة لواقعنا الشيعي الديني الفساد ينتشر في كل مكان ولذا صار مأنوسا أن تستمع الشيعة للفتاوى الفاسدة القذرة فتاوى التلقيح الصناعي فتاوى إنتاج أولاد الحرام تطرح في حرم الحسين وتبث عبر فضائية كربلاء أنا لا أقول من أنها فضائية الحسين هي فضائية أسيستاني فقذارتها قذارته لكنهم جعلوها باسم الحسين في حرم الحسين تفترى الفتاوى على صاحب الزمان باعتبار ان السيستاني نائب صاحب الزمان فما يقوله هو هو قول لصاحب الزمان فتاوى وسخه فتاوى قذره فتاوى نجسه لانتاج اولاد الحرام وضخهم في الواقع الشيعي وفي المجتمع الشيعي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه اخضير المدني عن هذه الفتاوى الوسخه القذره. ابو مريم من كربلاء يقول ما هو حكم اطفال الأنابيب البعض الله سبحانه وتعالى ما يرزقه الذرية ما عنده أولاد متزوج صار له خمس سنوات عشر سنوات خمسة عشر سنة ما عنده أطفال فيراجع الأطباء الأطباء يشخصون له أنه عنده حالة مرضية عنده هو وعند زوجته تمنع من الإنجاب فقالوا له, له الاطباء سوي طفل انابيب هاي عملية اطفال أنابيب جائزة لو مو جائزة تار اطفال الانابيب ياخذون بويضة من الزوجة بويضتها سليمة ما به شيء فياخذون بويضة من من زوجته وتلقح بمني الرجل بحويمن الرجل خارجا وتزرع في رحم الزوجه هاي نفس العملية ما بها اشكال. هاي لا بأس بها ما بها اشكال. وتارة لا. تارة المرأة مثلا ما عندها بويضات أو ما تصلح للتخصيب فيقولون للمرأة وزوجها ناخذ لكم بويضة من امرأة أخرى. وهاي البويضة اللي مو من زوجته من امرأة أخرى. تلقح بحوي من الرجل بالخارج وتزرع ايضا في رحم الزوجه اذا البويضه مو من المراه من امراه اخرى يصير هاي العمليه نعم ما يصير ايضا حتى لو كانت البويضه هذه من اخت الزوجه يصير من ام الزوجه هم يصير نعم الاحوط انه ما يصير او ما يجوز اذا كانت هذه البويضه ماخوذه امراه من محارم الزوج يعني ام الزوج ما يصير، اخت الزوج ما يصير، عمه الزوج ما يصير،, يصير، محارم الزوج ما يصير ايضا على الاحوط على الاحوط. اذا هذه العمليه ما بها اشكال. عندنا اشكال وين؟ عندنا الاشكال بالمقارنات اللي تتم في اثناء عمليه اخذ الحويمن او اخذ البويضه. شنو هي؟ الموانع. الموانئ قد يتطلب إجراء هذه العملية إخراج المني بطريقة غير مشروعة مثلا الاستمناء هاي ما يصير أيضا يتوقف إخراج البويضة من رحم الزوجة مثلا يتوقف على الكشف والكشف هذا محرم هاي مقارنات محرمة يعني حتى وإن كان طبيبة حتى لو كان مثلها طبيبه ما يصير تنظر الى عوره المراه حتى وان كان لاخراج البويضه نعم لو كانت مريضه وماكوش كان طبيب يعالجها هي مساله مساله اخرى واضطرت المعالجه ما يخالف لكن هاي مو مريضه فقط تريد هي تريد انجاب طفل هاي ايضا هاي ما يصير هاي العمليه ايضا كذلك مال الكشف ايضا ونظر او لمس هذا ما يصير ايضا نعم لو فرضنا انه عدم إنجاب طفل للزوج وللزوجة يسبب له حالة نفسية شديدة قلق توتر عنده زوجة تصير عندها توتر شديد قلق أيضا صير عندهم مثلا أو عند واحد منهم صير فد حالة نفسية شديدة بحيث يؤدي إلى الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل نعم هنا في هذه الحالة يجوز يجوز يعني هاي الشغلات المقارنات المحرمة مثل الكشف تجوز في حال الحرج الشديد كما بينا هذا ذوق أهل البيت ماذا تقولون أنتم صاحب الزمان يقول هكذا أن نأخذ البويضة من أم زوجتي وأن تلقح بمني زوج ابنتها تتم عمليه التلقيح في المختبر ولكن بالنتيجه هذه بويضه ام الزوجه تلقح بمني زوج بنتها وبعد التلقيح تزرع في رحم الزوجه التي هي البنت هذا الولد اذا ما انجبته امه هذه امه الثانيه التي خرج من رحمها لو علم ان امه الاصليه هي جدته فكيف سيكون شعوره النفسي متوازنا ما بين ابيه الذي هو ابوه وما بين امه التي ولدته وما بين امه الاصل التي هي في الحقيقه جدته فجدته امه وابوه زوج لبنت جدته هذا الالتباس النفسي كيف يمكن لهذا الوليد ان يتخلص منه والقضيه لا تقف عند هذا الحد هذه صوره من صور التلقيح الصناعي التلقيح الصناعي الخطير الذي يمارس الان بحسب فتوى السيستاني وبحسب فتوى ولده محمد رضا ايضا هو ان ناتي بمني رجل اجنبي ونلقح به بويضه المراه صحيح هذا يتم في المختبر ولكن بعد ذلك ننقل البويضه المخصبه بمني الرجل الاجنبي الى رحم الزوجه الى رحم المراه فحينما يخرج الولد ابوه من هو؟ بحسب السيستاني ايضا ابوه الاصلي هو صاحب المني زين هذا شو يسوي هذا؟ هذا هالشكل يعني هذا يقال له اب مجازا الاب الحقيقي هو صاحب المني بحسب فتوى السيستاني ماذا تقولون انتم هذا منطق اهل البيت هذا ذوق اهل البيت هذا الفساد ينشره السيستاني وابن السيستاني في هذه الاجواء الفاسده الاجواء فاسده لذا تتقبل هذا الفساد الفتوائي الشيطاني اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رشيد الحسيني عن نفس الموضوع هل هذا ينسجم لا اقول مع ذوق اهل البيت مع الذوق الاعتيادي الطبيعي للانسان المتدينون المسيحيون في البلاد الاوروبيه والامريكيه يرفضون التلقيح الصناعي رفضا قاطعا وكثيرون من الغربيين يرفضون التلقيح الصناعي لانهم لا يجدون ذلك امرا طبيعيا لا من وجهه دينيه ليسوا متدينين لكنهم يرفضون التلقيح الصناعي لانهم لا يجدون ذلك امرا طبيعيا اما هذه المرجعيه الفاسده فانها تصدر الفتاوى بانتاج اولاد الحرام هؤلاء عبث شيطاني هم يحللون الامر بهذه الطريقه فالسيستاني يحرم ادخال ماء الرجل الاجنبي بشكل مباشر الى رحم المراه هذا يحرمه لكننا اذا اخذنا ماء الرجل الاجنبي وخصبنا به بويضة المرأة التي ما هي بزوجته هي زوجة رجل آخر وبعد التخصيب نرجع البويضة المخصبة بماء الرجل الأجنبي إلى رحم المرأة فذلك أمر جائز لماذا؟ يقول لأننا ما أدخلنا ماء الرجل الاجنبي بشكل مباشر وانما وضعناه في انبوبه الاختبار وخصبنا البيضه في انبوبه الاختبار وبعد ذلك نقلنا البيضه المخصبه الى رحم المراه فالذي دخل في رحم المراه ما هو الذي يطلق عليه ماء الرجل الاجنبي وانما الذي دخل في رحم المراه هو بويضه، بويضتها المخصبه. كلام شيطاني قذر. الدين حينما حرم ادخال ماء الرجل الاجنبي الى رحم المراه لماذا؟ لاجل أن لا يتولد من ذلك مولود وإلا هي القضية مو جاي نلعب لنا بمسدس مال مي هذا مو مسدس مال مي الدين حرم إدخال ماء الرجل الأجنبي إلى رحم إمرأة لا يجوز له أن يقاربها شرعا لأي شيء لأجل أن لا يتولد مولود من ذلك الماء في رحمها ما هذا الأمر فعله السيستاني خارج الرحم وأدخله إلى الرحم النتيجة هي 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 الذي تم عمله في المختبر هي عملية تخصيب للبويضة وأما خلقة الولد فإنها ستتكون في رحم أمه وبالتالي فإن تكونه لن يكون طبيعيا لن يكون طبيعيا هذه امه من جهه بويضتها ولكنه ابن حرام من جهه تخصيب بويضتها بماء رجل اجنبي لا يجوز له ان يدخل ماءه في رحم هذه المراه وها هو قد دخل ماءه ولكن بطريقه ملتويه فتاوى شيطانيه قذره نجسه اجواء اللواط والزنا والقباحات في المؤسسه الدينيه وفي العتبات الحسينيه هي التي تساعد على تقبل الشيعه لمثل هذه الفتاوى القذره ما حدثتكم عنه من الشواهد ومن الوقائع ومن الحوادث والاحداث اضربوها في تريليون مره فذلك موجود في واقع المؤسسه الدينيه الشيعيه الرسميه وموجود في واقع المرجعيات الشيعيه وموجود في واقع العتبات المقدسه من هنا من هنا من هنا صار الواقع الشيعي مستعدا لقبول هذه الفتاوى القذره نحن هكذا نقرا في رواياتهم واحاديثهم اقرا عليكم من الجزء الرابع عشر من مستدرك الوسائل للحر العاملي وهذه طبعة مؤسسة آل البيت لاحياء التراث قم المقدسه صفحه 335 الباب الرابع الحديث الاول عن النبي الاعظم صلى الله عليه وآله اتمنى عليكم ان تنتبهوا لهذه الاحاديث المهمه عن نبينا الاعظم صلى الله عليه واله يقول ما من ذنب اعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفه حرام وضعها امرئ في رحم لا تحل له هذا الحديث واضح شامل لكل الصور التي يدخل فيها ماء الرجل الاجنبي المراد من الرجل الاجنبي يعني الرجل الذي يحرم عليه ان يقارب تلك المراه حتى لو كان ابن عمها المراد من الرجل الاجنبي هو الرجل الذي يحرم عليه مقاربه تلك المراه فما هي بزوجته فما بالكم والسوائل المنويه يؤتى بها من الدول الاوروبيه ومن غيرها هذه هي السوائل المنويه التي تلقح بها بويضات الشيعيات في المستشفيات المتخصصه في هذا الموضوع النبي يقول ما من ذنب اعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفه حرام وضعها امرئ في رحم لا تحل له قطعا الذي يصدر الفتوى في تجويز ذلك جرمه اكبر من هذا الفاعل فجرم السيستاني وجرم ولده محمد رضا في تجويز وإباحة التلقيح الصناعي أكبر بكثير من جرم إدخال نطفة حرام في رحم إمرأة محرمة على صاحب تلك النطفة النبي هكذا يقول: ما من ذنب ما من ذنب اعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها امرئ في رحم لا تحل له، السيستاني بهذه الفتوى الشيطانية اخذ ماء الرجل الاجنبي ادخله في انبوبه الاختبار ثم ادخله الى رحم المراه اسلوب شيطاني قذر قطعا حينما اقول السيستاني فعل ذلك فهذه التقنيه فعلها العلماء الاوروبيون والامريكيون هم الذين ابتدعوها واخترعوها لكنني أقول من أن السيستانية استعمل الطريقة هذه لأجل أن يجد أسلوبا شيطانيا لإباحة هذا الموضوع وإلا الرواية صريحة جدا فكل ما ينطبق عليه ويصدق عليه ان ماء الرجل الاجنبي دخل الى رحم المراه كي يتولد منه مولود فالحديث شامل له وهذه القضيه داخله في ذلك الله حرم ذلك ليس لعمليه دخول ماء الرجل بما هي هي وانما حرمها لمنع ان يتولد مولود وها هو المولود قد تولد فقد وقع الحرام بالتمام والكمال فالتحريم لم يكن ناظرا الى دخول ماء الرجل الاجنبي الى رحم المراه بما هو هو وانما حرم الدين ذلك لئلا يتولد مولود من هذا الطريق المخالف للسنه الالهيه التي تنتج اناسا اسوياء اما هذه الطريقه فلا تنتج اناسا اسوياء من هنا كان الحرام فهذا الاسلوب الشيطاني اننا غيرنا اتجاه دخول ماء الرجل الاجنبي عبر انبوب الاختبار لا يغير من الواقع شيئا فان المولود من الحرام سيولد وهذا هو الذي حرمه الدين وحرمه الشرع القضيه ما هي بلعبه من اننا لا ندخل الماء بهذا الطريق ندخله بطريق اخر القضيه ليست في دخول ماء الرجل القضيه في الذي سيتولد منه فعبر الانابيب سيتولد المولود الحرام وانتهينا هذه فتاوى السيستاني القذره الشيعه يقبلونها لسببين لانهم حمير المرجعيه هذا اولا ولان واقع المرجعيه واقع فاسد فاسد صور الفساد الجنسي زنا ولواط الى كل القبائح هذه الصور تنتشر في واقع المرجعيه السيستانيه وغيرها في العتبات المقدسه الذين يعملون يعرفون هذه الحقائق لذا صارت هذه الفتاوى القذره لا تتنفر الاسماع منها لهذا السبب ما من ذنب رسول الله يقول ما من ذنب اعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام او من نطفة حرام والقراءتان صحيحتان من نطفة حرام وضعها امرئ في رحم لا تحل له هذا في مستدرك الوسائل والروايه نقلها من الجعفريات وهو كتاب معروف في كتب الحديث الى كتابنا الاصل الى الكافي هذا هو الكافي الشريف وهذا الجزء الخامس بحسب طبعه دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحه خمسمية وأربعة وأربعين الباب ثلاثمية وخمسة وسبعين عنوانه الزاني باب الزاني الحديث الأول بسنده عن علي بن سالم بسنده بسند الكليني رحمة الله عليه عن علي بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان اشد الناس عذابا يوم القيامه، من هو؟ رجل اقر نطفته في رحم يحرم عليه، هذه العمليه عمليه ان ناخذ مني الرجل الاجنبي وفي انبوبه الاختبار نستعمل مني الرجل الاجنبي لتلقيح بويضه المراه حينما تلقحت بويضه المراه امتزجت بماء الرجل الاجنبي اخذت معها ماء الرجل الاجنبي فحينما ادخلناها ادخلنا البويضه الى الرحم ادخلنا ماء الرجل الاجنبي فماذا فعلنا؟ هذا المعنى الذي يتحقق في الواقع هو مصداق من المصادق التي يتحدث عنها هذا الحديث الشريف ان اشد الناس عذابا يوم القيامه رجل اقر نطفته في رحم يحرم عليه رجاء اعرضوا لنا الفيديو عن بنك السوائل المنويه في الدانمارك والذي بث على قناه فرانس 24 هذه الوجوه قد يوجد ابو احد الاطفال عبر العالم فالدنماركيون هم اكبر من يتبرع بسائله المنوي هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الاسبوع سائله المنوي لاحد البنوك المختصه. اول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم انه رائع ان نساعد اشخاصا لا يمكنهم الانجاب. حسب طريقه السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 الى 70 يورو. الاجر يرتفع اكثر اذا كشف عن هويته. تعرفون اذا كنت مكان الاطفال الذين سيولدون سابحث عن ابي البيولوجي هؤلاء الاشخاص هم القوه الضاربه لهذه الشركه الدنماركيه في الخارج يولد ما يزيد عن الالف بفضل هذه الطريقه بروسلو. هذا سيرسل الى بروكسل مصدونيا. وهذا م... الى مقدونيا وهذا إلى إسرائيل نوزع السائل المنوي في ستين دولة عدا القطب الجنوبي في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الانترنت في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصوره المستقبليه للطفل ويمكن ايضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك الى انتقاء السلالات؟ نسعى الى تحسين النسل فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء كما نختار شركاءنا في الحياه. وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امراه مع بنوك السوائل المنويه الدنماركيه، لكنها عمليه غير شرعيه. المستشفيات التي هي في تركيا، في الاردن، في لبنان، في الهند او في ايران، هذه المستشفيات تستورد السوائل المنويه من هذه البنوك من هذه الشركات وامثالها. فذولا عمامنا طلعنا احنا والدانماركيين بحسب الفتاوى السيستانيه طلعنا وياهم امداشتش للعجس هذه تعابير من الحسه العراقيه الجنوبيه. طلعنا وياهم امداشتش يعني على صلة قريبة جدا يلتسأل عن الحمايل ذولا هم أولاد الحمايل بحسب فتوى المرجع الأعلى دام ظله الشريف الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الرابع من فقيه من لا يحضره الفقيه الفقيه الكتاب المعروف لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره هذا هو الجزء الرابع مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه صفحة عشرين باب أربعمية وأربعة وتسعين ما جاء في الزنا الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لن يعمل ولن للنفي التأبيدي لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حرامة لأن هذا الذي سيولد من هذه المرأة قد يصبح قاتلا لنبي وقد يصبح هادما للكعبة وهذه عناوين لعداء الله فان الذي يولد من هذا العمل او افرغ ماءه في امراه حراما فانه يولد عدوا لله خلافا للسنه الالهيه في ولاده الناس الاسوياء هذا هو سبب التحريم سبب تحريم دخول ماء الرجل الاجنبي الى رحم المراه التي هي محرمه عليه هو لمنع ولاده انسان ليس سويا الذين يطلق عليهم في ثقافه اهل البيت بمناحيس الخلقه ومشاويه الفطره مناحيس الخلقه ومشاويه الفطره لا يعني ان اشكالهم ليست جميله او ان اجسامهم ليست متسقه ابدا قد يكونون اجمل من اولئك الذين هم اسوياء هذه قضيه جمال الاجسام وجمال الوجوه قضيه نسبيه الحديث عن مناحيس الخلقه ومشاويه الفطرة هم الذين لا يولدون من الطريق السوي ومن ابرز من ابرز اسباب الطريق غير السوي هو ان الرجل يزني في امراه محرمة عليه التحريم ليس في الحركة الجنسية، التحريم في اصله لمنع ولادة انسان سيكون مفسدا، سيكون جرثومة فساد في المجتمع وحينئذ تتسع دائرة التحريم لكل ما يرتبط بالعملية الجنسية من مقدمات حتى من نظرة حرام ومن قبلة حرام إلى غير ذلك تتسع هذه الدائرة لمنع هذه الكارثة العظيمة أن يخلق إنسان من طريق غير سوي هذا هو الذي تجيزه فتاوى السيستاني هو خلق إنسان من طريق غير سوي لانه خلق من بويضه امراه محرمه على صاحب المني ومن مني محرم على هذه المراه فخلق الولد من مني رجل اجنبي وبويضه امراه محرمه عليه غايتهما في الامر ان عمليه الخلق في مرحلتها الأولى تمت في أنبوب الاختبار، وبعد ذلك تكاملت في الرحم. العملية محرمة قطعا، قطعا، وهذه فتاوى قذرة نجسة، هذه فتاوى وسخة اقرا عليكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله لن يعمل ابن ادم عملا اعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيه او هدم الكعبه التي جعلها الله قبله لعباده او افرغ ماءه في امراه حرامه هذا هو الذي نقرأه في دعاء زيارة الإمامين العسكريين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في الدعاء الذي يقرأ في آخر زيارة الإمامين العسكريين إمامنا الهادي وإمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله عليهما في العبائر الاخيره من الدعاء الشريف واورث ديار ابليس وديار اوليائه اوليائك يعني اجعل النصر لاوليائك على ابليس واوليائه وهذا لا يكون الا في زمان قيام القائم صلوات الله عليه واورث ديار ابليس وديار اوليائه اوليائك وخلدهم في الجحيم خلد ابليس واوليائه وخلدهم في الجحيم. وأذقهم من العذاب الأليم. واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم. أية لعنة هذه؟ اللعنة التي هي في مناحيس الخلقه ومشاويه الفطره تكون عذابا لابليس واوليائه في الجحيم فايه لعنه هذه يريد السيستاني وولده ان يجرها الى الواقع الشيعي دققوا النظر في الدعاء تدبروا في الدعاء ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم دائرة على إبليس وأوليائه وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء. وغدو ورواح يعني ان اللعنه في مناحيس الخلقه ومشاويه الفطره هي اشد من اللعنه التي هي في ابليس واوليائه اقرا عليكم العبارات مره اخرى دققوا النظر فيها اللعائن المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة الذين يولدون من طريق غير سوي كالذي يجيزه السيستاني اللعنة المودعة فيهم هي اشد من اللعنة المودعة في ابليس بحيث ان الدعاء يدعو على ان تكون هذه اللعائن عذابا لابليس واوليائه في الجحيم واورث ديار ابليس وديار اوليائه اوليائك وخلدهم في الجحيم واذقهم من العذاب الاليم واجعل لعائنك المستودعه في مناحيس الخلقه ومشاويه الفطره دائره عليهم دائره على ابليس واوليائه وهم في الجحيم دائره عليهم وموكلة بهم وجاريه فيهم كل صباح ومساء بحسب جهنم بحسب الجحيم وغدو ورواح فاي لعنه هذه التي هي مستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة الذين من أبرز مصادقهم هذا الذي يتحدث عنه السيستاني أن نأتي بماء رجل أجنبي المرأة محرمة على ذلك الرجل ان ناخذ ماءه وان نلقح بويضتها في انبوبه الاختبار وبعد ذلك ننقل البويضه وماء الرجل الذي تفاعل مع البويضه لم ينعدم ماء الرجل تفاعل مع البويضه فدخل في رحم المراه مع البويضه القضيه واضحه هذه حيله شيطانيه سيستانيه قذره وقذره الى ابعد الحدود ساعيد عليكم بث فيديو بنك السوائل المنويه اتمنى عليكم ان تتدبروا في تفاصيل هذا الفيديو وتخيلوا ان نساءكم ان بناتكم ان امراه من الشيعه تلقح بهذه الطريقه وفعلا فعلا هي تلقح بهذه الطريقه فهل هذا يتناسب مع ذوق العفة وذوق الطهارة وذوق النقاء عند محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الجواب قطعا لا لا ولا ولا ولا, ولا الا اذا اردتم ان ترقعوا لمراجعكم السفلة الفاسدين هؤلاء هذا امر راجع إليكم لكنكم في عمق ضمائركم وفي عمق وجدانكم ترفضون هذا الفساد رجاء أعيد بث الفيديو هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة اول ما يدفعني هو الربح السهل للمال ثم انه رائع ان نساعد اشخاصا لا يمكنهم الانجاب حسب طريقه السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين ثلاثين الى سبعين يورو الاجر يرتفع اكثر اذا كشف عن هويته تعرفون اذا كنت مكان الاطفال الذين سيولدون سابحث عن ابي البيولوجي هؤلاء الاشخاص هم القوه الضاربه لهذه الشركه الدنماركيه في الخارج يولد ما يزيد عن الالف بفضل هذه الطريقه بروسلو, هذا سيرسل uh, الى بروكسل مصدونيا. وهذا uh, الى مقدونيا وهذا إلى إسرائيل نوزع السائل المنوي في ستين دولة عدا القطب الجنوبي في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الانترنت في كوبنهاجن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصوره المستقبليه للطفل ويمكن ايضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك الى انتقاء السلالات؟ نسعى الى تحسين النسل فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء كما نختار شركاءنا في الحياه. وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية لكنها عملية غير شرعية في سورة الأعراف في الآية الثالثة والستين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر مدينة ساحلية وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر مدينة ساحلية قريبة من البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت أي أنهم يتعدون على حدود الله فإن الله قد حرم عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت لا نريد أن نخوض لماذا حرم عليهم ذلك المقام ما هو مقام تفصيل وإن كانت الآية أشارت بالإجمالي. الى هذا الموضوع لكنني لست بصدد الحديث عن هذه المدينه التي هي حاضره البحر انما اريد ان اصل الى نقطه ما ستتضح شيئا فشيئا واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت يتجاوزون الحدود يرتكبون المحرمات كيف اذ تاتيهم حيتانهم الحيتان هي التي نسميها الاسماك ما يسمى في تعابيرنا بالحوت هو النون هو النون وما يسمى في تعابيرنا الاسماك هي الحيتان اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعه تاتي الاسماك كثيره وفيره ظاهره وطافيه على سطح الماء في يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تاتيهم يعني في يوم الاحد وما بعده يحتاجون الى بذل جهد كثير لاصطياد الاسماك اما في يوم السبت الذي حرم عليهم فيه الاصطياد تكون الاسماء كثيره وفيره طافيه على سطح الماء كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هذا بلاء يترتب على مقدمات سبقت. واسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ما المراد اذ يعدون في السبت فماذا كانوا يصنعون كانوا يحفرون الاخاديد من البحر وتستمر هذه الاخاديد الى داخل المدينه اخاديد يعني سواقي يحفرون سواقي وهذه السواقي تدخل الى داخل المدينه يعني انها تكون بعيده عن البحر الى اين تذهب هذه السواقي؟ تذهب الى احواض رتبوها بطريقه ان الماء يدخل فيها ولا يخرج منها كان تكون عميقة فإذا كانت عميقة والماء ينزل إليها من الأعلى فإن الماء بعد ذلك لن يخرج من هذه الأحواض وحينئذ فإن الأسماك ستسبح وحينئذ فإن الأسماك التي دخلت في هذه السواقي مع المياه الداخله ستسقط في تلك الاحواض ولا تستطيع الرجوع الى البحر وهم يقولون نحن ما اصطدنا سمكا في يوم السبت الاسماك دخلت لوحدها يصطادونها في اليوم الثاني من الاحواض في يوم الأحد يقولون نحن مصدنا سمكا في يوم السبت إنهم من مقلدي السيستاني بالضبط المني الحرام نحن لا ندخله في رحم المرأة لكي تلد ولدا حراما وإنما نأخذه ونلقح بيضتها في انبوبه الاختبار وبعد ذلك ندخله في رحمها فحينئذ ما ادخلنا الماء المحرم في رحم المراه هذه المدينه مسخها الله قرده بعد ذلك وهي عمليه اصطياد سمك فما بالكم بالاحتيال على الدين لخلقه انسان ماذا سيمسخكم وماذا سيمسخ هؤلاء اصحاب الفتاوى المسخ موجود لكنه مسخ باطني اعداء اهل البيت صورهم الباطنيه تحسن عندها القرده والخنازير ولذا في يوم القيامه تنكشف صورهم فيأتون على صور كما تقول الروايات تحسن عندها القرده والخنازير. فهؤلاء مسخوا قرده مسخوا قرده، هذه المضامين جئتكم بها من تفسير امامنا الحسن العسكري بروايه امامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. ما يرتبط بفتح الاخاديد وصناعه الحياض، الروايه موجوده في هذا التفسير الشريف لكنني لا اجد وقتا لقراءتها. هذه الطبعه طبعه منشورات ذوي القربى قم المقدسه في صفحه 240 قصه اصحاب السبت وقال علي بن الحسين امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الروايه طويله يمكنكم ان تراجعوها لكنني بينت لكم مضمونها من ان القوم فتحوا اخاديد سواقي تصب في حياض اذا ما سقطت الاسماك في تلك الحياض لا تستطيع ان تعود الى البحر فتبقى الاسماك حبيسه في تلك الحياض الى يوم الاحد في يوم الاحد ياتون يصطادونها ويخرجونها من تلك الحياض ويقولون اننا اصطدنا الاسماك في يوم الاحد هم اصطادوها في يوم السبت بطريقه فتح السواقي الى الحياض اصطادوها يوم السبت العمليه هي العمليه التي يتحدث عنها التلقيح الصناعي ماء الرجل الاجنبي تلقح به المراه ولكن اين في انبوب الاختبار وبعد ذلك ندخله الى رحم المراه العمليه هي العمليه هذه اخاديد السيستاني وصيد السمك في يوم السبت وليس في يوم الأحد والولد تكون من النطفة الحرام هنيئا للشيعة بمرجعيات لا تفقه الحلال من الحرام هنيئا لهم بهؤلاء المراجع وإذا ما مهت الولد وإذا ما مات الوالد سيأتي الولد على سر أبي في نفس الاتجاه وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا هناك مجموعة ما كانت تفعل هذا لكنها لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فكانت تلوم الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الذين يلومونني فماذا اجابوهم؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، ربما ربما يصلح حالهم ولكن الاصل اننا نقدم عذرنا الى ربنا فما نقوم به في قناة القمر الفضائية إنه معذرة إلى إمام زمانكم معذرة إلى إمام زمانكم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم منذ أربعين سنة يقولون لي أنت تنفخ بجربة مزروفة وأنا أعلم ذلك وحق الحسين منذ اربعين سنه انا اعلم ذلك انا اعلم اني انفخ في قربه مثقوبه في قربه مزروفه لكنني لا ابالي بهم فليذهبوا الى الجحيم انا ابالي بامامي بالحجه ابن الحسن وهذا هو سبب توفيقي إنني أعتقد أنني موفق في خدمة محمد وآل محمد ربما أنتم لا تعتقدون ذلك في لا أبالي ربما أنتم لا تعتقدون ذلك في لا أبالي فيما بيني وبين نفسي استمراري هذه العقود وهذه السنين في نشر حديث اهل البيت هو توفيق والتوفيق ما هو بفضل مني بفضلهم اذا دائما اقول اذا كان في بياني ما هو جميل فهو من جمالهم واذا كان في بياني ما هو قبيح ما هو خطا ما هو اشتباه ما هو عثره فهو مني وهذا هو شاني فشانهم الجمال وشاني القبح وشانهم الكمال وشاني النقص وشانهم الجلال وشاني الضعف والهوان وشانهم العز وشاني الذل وشانهم الحكمه وشاني السفاهه وشانهم الحكمه والعلو وشاني السفاهه والدنو ذلك هو شانهم وهذا هو شاني واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا جميعا الذين كانوا يصطادون والذين كانوا لا يصطادون ولكنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ويلومون الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر الجميع صاروا قرده الا الذين امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هنيئا لكم المسخ لمرجعيتكم ولكم اتحدث عن المسخ الباطني عن صور تحدثنا الروايات والاحاديث عنها تحسن عندها القرده والخنازير واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عن قلنا لهم كونوا قرده خاسئين الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر حين يئسوا من قومهم خرجوا من المدينه بعد ان خرجوا من المدينه في تلك الليله مسخت المدينه بالكامل مسخ قرده بقيت المدينه ثلاثه ايام وعاصفه عظيمه كنستها الى البحر وانتهى امرها وسيحشرون في يوم القيامه قرده انهم قرده النار قرده جهنم المسخ في زماننا مسخ باطني، هل تريدون ان تعرفوا علامات المسخ الباطني؟ علامات المسخ الباطني ان تكون اسباب التوفيق لمعرفه اهل البيت متوفره لديكم وانتم تعرضون عنها وتذهبون الى اسباب الابتعاد عن محمد وال محمد وهذا بالضبط ما يفعله مراجع الشيعه ادل دليل على مسخهم الباطني فكتب حديث اهل البيت بين ايديهم ويعيشون في اجواء العتبات المقدسه وكل شيء من حولهم يذكرهم بمحمد وال محمد لكنهم ماذا يفعلون في كتبهم وفي دروسهم وفي فضائياتهم وعلى منابرهم وفي كل شان من شؤونهم يفعلون كل شيء يبعدهم عن اهل البيت يضعفون ثقافه اهل البيت ينكرون احاديثهم ينقضون بيعه الغدير يفسرون بحسب المنهج العمري يصدرون الفتاوى بحسب المنهج الشافعي يتبنون العقائد بحسب المنهج المعتزلي وقران محمد وال محمد بين اظهرهم وتفسير قرانهم في مكتباتهم موجود وعليه بايعنا واحاديث العتره تحيط بهم يمينا وشمالا ولكنهم بالضبط ينفرون من كل ذلك ادل دليل على عمليه المسخ الباطني ادل دليل تلومونني جوابي هو هذا معذره الى امامكم معذره الى الحجه ابن الحسن ولعلهم يتقون ولعلهم يتقون ولعلهم يتقون بعد هذه التفاصيل اعود واسال فاين الصلاح والاصلاح يا مراجع النجف وكربلاء وقت الحلقه صار طويلا زهرائيون زهرائيون إي والله يا زهراء زهرائيون زهرائيون يا أم الحسين زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي زهرائيون نحن يا أم الحسين والعشق كربلائي أسألكم دعاء جميعا في أمان الله